هل ممكن عمل الموشن بلور في ايفي؟ الموضوع بسيط جدا، مجرد تفعيل خاصيه معينه وهي خاصيه موشن بلور في السيتنج منها هنا. لكن ببساطه قبل ما نبدا في الموشن بلور لازم يكون عندنا انيميشن للكاميرا، ولكن احنا عندنا الانيميشن عباره عن 150 فريم. هنبدا هنا من الفريم الاول، هيكون الكاميرا بهذا الشكل. انزرت لوكيشن روتيشن اند سكيل. عند الفريم 50، عند الفريم 150 هيكون بهذا الشكل، ثم عند الفريم 150 هنرجع للأصل. بلي الانيميشن، طب نشوف كده مبدئيا هنا في ريندرد فيو. اذا لو شفنا هنا كده وليكن ما فيش اي موشن بلور، هنشوف لو حركنا هنا الموشن بلور. طيب ستيبس والشاتر، الشاتر كل ما يكون اعلى هيكون في موشن بلور، اقل مش هيكون في اي موشن بلور، يبقى كده اقصى موشن بلور. خلينا نشوف ممكن نزود اللايت. هنضيف ولكن مونكي. الموشن بلور هل شغال ولا لا؟ هنشوف. هو ده كله احنا بنحاول تجربة افضل نتيجة. طيب الموضوع ان حاولت اكون بتقليل عدد الكي فريمز او المدة الزمنية، بدل ما هي 150 فريم 60 فريم يكون اسرع، بيكون بحيث يكون واضح شوية. الموشن بلير كده مش شغال، لكن لما نضيف الموشن بلير هيكون اوضح شوية، وقمنا بزيادة الستيبس والماكسيمم بلور. دي كانت ببساطة شديدة الموشن بلور، هو فقط تفعيل هذا الزر وتغيير الخصائص سواء كان الشاتر او الستيبس او البلور. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، والى اللقاء في الدرس القادم.